عبر ممثلو تنسيقية قرى عزازقة بولاية تيزي وزو عن مدى ارتياح مواطني المنطقة من قدوم لجنة التحقيق الوزارية التي وعد بها وزير الداخلية إلى البلدية، وقالوا أن اللقاء الذي جمعهم بها مكنهم من نقل جميع انشغالات المواطنين قبل أن تعود اللجنة المعنية لعملها الأسبوع المقبل في شكل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة عملها ميدانيا. ذي الحاجة يسفرحون ذي الحاجة ديال نطاسة استقاء الشعب اون في دي ديكلاراسيون اي من غير نار ذي من غير كيزر الشعب اما اذا حواس باكيال اما ضلا دي شارج اما ذا الفساد اللي ظن داخل تغيوانت نفكيس الكواغض نمسلاي الناند باللي كنا نساد جوست بور باش انا وي غاك اياكين من بعد داس الحد ان شاء الله ما يبغى ربي الحساب يعني دي بوض سمع باللي غادي تروح لا كوميسيون انتر مينيستيريال ريق الشن سور لو تيران. ومن جهته اعرب رئيس بلديه عزازقه عن مدى ارتياحه من قدوم لجنه وزاره الداخليه مع التاكيد على ان البلديه لا تتستر على اي شيء. اون جامي دي نو مي اون نو سيرفيس سون توفير نو نافون ريان كاشي نو افون ريان سروبروشي اي بان توت لي كوميسيون كي فيان شنو دون نوتر ادمينستراسيون بوبليك نقول لهم مرحبا بكم. هذا وقد كان للجنه وزاره الداخليه لقاء مع اعضاء لجنه المحافظه على بلديه عزازقه والذين بدورهم طالبوا بتطبيق قوانين الجمهوريه. اغيور بالولد الحق.